وطن منحازون للحقيقة. والمعلن من بداية الحراك الاستمرار بالحراك لحد رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة. المسيرة اليوم لها خصوصية إضافية بأنه في أسرى مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني. لأول مرة بتاريخ الشعب الفلسطيني بتاريخ الحركة الأسيرة بيكون الإضراب ضد السلطة وليس ضد الاحتلال الصهيوني، بسبب أنه حتى العقوبات طالت الأسرى اللي هم المفروض متفق فلسطينيا أنهم فوق أي عقوبات أو فوق أي مساس أو فوق أي مناكفات سياسية المفروض. فهذه الإضافة الجديدة لهذه المسيرة. تأتي هذه الفعالية للتأكيد على أننا استجبنا لنداء الأسرى في سجون الاحتلال والذين دعونا والذين دعوا الحراك، وبالتالي استجبنا لدعوة الحراك لحمل همهم كونهم الآن 166 أسير مضربون عن الطعام بسبب أن العقوبات التي فرضت على أهلنا في قطاع غزة شملت هؤلاء الأسرى وشملت رواتبهم، وبالتالي تسببت بضرر مباشر لعائلاتهم. نحن هنا اليوم استجابة لندائهم ولصرختهم، استجابة لنداء من حملوا همنا ودفعوا عمر يعني جل أعمارهم ثمنا لحريتنا وثمنا للنضال الوطني في سبيل التحرر والاستقلال. كل المؤسسات أدانت وطالبت برفع العقوبات، ولكن للأسف هذه المؤسسات مهمشة لا يتم أخذها بالحسبان. هناك قرار فردي هو الذي يتحكم بالقرار الفلسطيني، وعلينا أن نكسر هذا القرار ونعيد الاعتبار للمؤسسة التي تضم مختلف أطياف اللون السياسي والاجتماعي الفلسطيني، لأن قضيتنا بحاجة إلى كل الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه. بدون مشاركة الجميع لن نستطيع أن نصمد، لن نستطيع أن ننتصر. جوهر التحركات والمطالب هي تطبيق قرارات المؤسسات الفلسطينية وآخرها قرارات المجلس الوطني، وفي مقدمتها إلغاء الإجراءات العقوبية ضد قطاع غزة. هذا هو هدف رئيسي، وربما هذا السبب الذي من أجله لم تشارك الجبهة الديمقراطية في المجلس المركزي الحالي. وثانيا، هناك قرارات تتخذها الهيئات مطلوب عدم العبث بها واحترامها والالتزام بتطبيقها عمليا. وطن منحازون للحقيقة.